اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج اخبار البلاد اللي يهتم بكل القضايا ومشاكل المواطن الليبي ومحاوله تسليط الضوء عليها. في حلقه اليوم نتحدث عن اخر المستجدات فيما يخص فيروس كورونا بمدينه جدابيا، وضيوفي حيكونوا من قسم العزل الصحي تحديدا لمناقشه الاوضاع بالمشفى ومدى جاهزيه القسم والاستفسار ايضا عن اوضاع المصابين واحوالهم الصحيه والحياتيه بالداخل. لكن البدايه مع اخبارنا في فقره من البلديات. في زيارة تفقدية قام المجلس البلدي بالمرور على المختبر الطبي المرجعي ومصرف الدم المركزي بسبها للاطلاع على الأوضاع ومناقشة المشاكل والعراقيل اللي تواجه هذه المراكز وسبل حل حالتها لتتمكن من تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه. عقد المجلس التسييري لبلدية سرت يوم الخميس الماضي اجتماعا طارئا برئاسة رئيس المجلس وبحضور كافة أعضائه، حيث ناقش المجتمعون عدد من الموضوعات المهمة والطارئة اللي تخص بلدية سرت والمختنقات التي تواجه المدينة. وأكد المجلس في اجتماعه على التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية لبحث الإمكانيات الواجب توفرها ببلدية سرت، وناقش المجلس أيضا عدد من الملفات المتعلقة بتوفير السيولة النقدية للمصارف التجارية العاملة بسرت والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى متابعة ملف نقص المياه وآخر المستجدات حول هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية. استقبلت مدينة طبرق 400 مواطن ليبي عالق قادم من مصر، حيث تم استضافتهم في فندقي دار السلام وباب طبرق، وهم من بلدية طبرق والبلديات المجاورة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والأمنية بالخصوص. وجاء ذلك بالتنسيق مع اللجان العاملة بالمنفذ، إلى جانب وصول 6 مواطنين من طبرق كانوا عالقين في بنغازي تم وضعهم في الحجر الصحي في فنادق طبرق حسب قرار المجلس البلدي بقفل الحدود الإدارية للبلدية في إجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا، بالإضافة لاستمرار وصول العالقين خلال الأيام القادمة. إلى لبرق مشاهدينا، والتي أتمت عملية الصيانة الشاملة لمدرسة أبو نجلة أو أبو نجلة للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة التربية والتعليم، وذلك تحت إشراف مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية. النشاط المدرسي بتعليم البيضة الجبل الأخضر يعلن عن استكمال وتجهيز الهدايا للطلاب والمعلمين لجوائز النشاط عن بعد ضمن احتفالية تقام بحضور معالي وزير التعليم والإدارات بوزارة التعليم، والتي سيعلن عن تفاصيلها الأسبوع القادم. ننتقل بكم إلى فقرة ضيف وملف. نناقش اليوم الوضع الصحي داخل مراكز العسل بمدينة جدابيا، ويطلعنا ضيوفنا من هناك عن آخر المستجدات وما هي الأوضاع الصحية للمصابين وكيف يسير العمل داخل مركز العزل بمدينة جدابيا. يسعدني الرحب بكل من الدكتورة أسماء الفرجاني عضو اللجنة الاستشارية لوباء كورونا ورئيس وحدة العزل الصحي بالمستشفى، وأيضا الدكتورة نعيمة الزوي من قسم العزل الصحي بمستشفى جدابيا. مساء الخير. أهلا وسهلا بك. البداية معك دكتورة أسماء، لو تطلعين على الوضع الوبائي داخل مدينة جدابية، ما هي الأوضاع؟ أولا نحب نشكركم أختي ابتسار،
وثاني شيء نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين بهذه الجائحة. طبعا الوضع الوبائي ككل بمدينة جدابية هم 26 حالة، في عندنا منهم حاليا 13 حالة نشطة متواجدين عندي بقسم العزل هنا، 6 حالات و7 حالات بمدينة بنغازي بمستشفى الهواري. نعم. وفي 13 حالة تمثلوا للشفاء. 6 حالات كانوا عندي هنا متابعة في مركز العزل، و7 حالات أعلنت عليهم مدينة بنغازي بالشفاء ليلة البارحة. طيب الأوضاع من ناحية الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مراكز العزل الصحي بمدينة جدابية ومدى توفر الإمكانيات لديكم، ماذا عن هذا الأمر؟ والله نحن كيف ما نقول لك، نحن الأطباء حاليا متواجدين بالعزل، أنا والدكتورة نعيمة ومعنا الفريق الطبي متكون من 8 تمريض، وفي منهم تمريض وفي منهم سائقين إسعاف، الحق قائمين بعملنا على أكمل وجه. لكن في حاجات انت يصادفنك، يعني في بعض المرضى مش متقبلين انهم هم يعني انهم هم مصابين بالكورونا، وثاني حاجه ان وضعهم النفسي سيء الحق، لا انا ما فيش كورونا وانا كذا، ويقعد تخش انت وياه في نقاشات يعني كبيره يعني. نعم. الاغلب شيء نحن كناحيه طبيه مش مقصرين، بس انا المرضى نحس انهم حتى يحتاجوا تاهيل نفسي. نعم. طيب خليني ننتقل للدكتوره نعيمه زوي، طبيبه بقسم العزل الصحي بمستشفى اجدابيه. دكتوره نعيمه، لو تحكي لنا شويه عن الاوضاع الصحيه للمصابين هناك، حالتهم الصحيه، هل هناك البعض منهم يقبعون داخل العنايه او على اجهزه التنفس الصناعي؟ اهلا وسهلا بك. الحقيقه ان الاوضاع الصحيه بالنسبه للمرضى المتواجدين عندنا في قسم العزل لا يعانون من اي اعراض، هم موجودين عندنا، حالتهم الصحيه ممتازه، ممكن يكون عندهم في بعض الاحيان صداع، بس بشكل عام يعني ما فيش حاله عندنا على التنفس الصناعي او انها هي تكون تعبانه بشكل كبير، يعني ما فيش اعراض لمرض كورونا يكون موجود على الحالات اللي موجوده عندنا في قسم العزل. نعم. طيب الفئات المصابة داخل والموجودة عندكم يعني داخل مركز العزل بمدينة جدابية تحديدا، الأعمار من كم لكم؟ أصغر عمر عندنا حاليا 23 يعني، أكبر عمر يمكن في 76. نعم. شنو هي رؤيتكم حول زي ما قالت الدكتورة أسماء أن هي ملاحظة يعني تدهور الحالة النفسية للبعض أو استيائهم، وأنهم عايشين حالة من الإنكار أن ما عندهمش الفيروس ربما لعدم ظهور الأعراض على الكثير منهم، فشن رؤيتكم حول التعاون لمحاولة دعمهم نفسياً؟ هو من ناحية الدعم النفسي ضروري منا صراحة، لأن أغلب الناس سواء كانوا المرضى نفسهم أو الناس خارج يعني في الشارع الليبي بشكل عام، في منهم واجد مش مصدقين إن في حالات لكورونا سجلت في ليبيا أساسا، فيتعاملوا بالوضع بشكل عام بشكل من الاستهتار وعدم التصديق. نحن نحب نأكد إن هو في حالات لمرض كورونا متواجدة في ليبيا، سجلت في أغلب المدن الليبية بشكل عام، في حالات وفاة برضو سجلت على في ليبيا يعني، فهو المرض موجود، إن شاء الله يكون يعني مروا بها تمشي الفترة هذه بسلام، يعني هو نوعا ما مريح شوية الموضوع من ناحية إنه ما فيش أعراض على الحالات اللي إحنا سجلناها عندنا في المدينة. نعم. فمطمئن الموضوع هذا ممكن يرجع لل ل نعم المناعة الكويسة للأشخاص اللي
أصيب. نعم. عن... طيب دكتورة نعيمة، لو تحكي لنا شوية عن آلية العمل داخل يعني المركز الصحي، المهام الموزعة على الطاقم الطبي الموجود لديكم، شنو هي أبرز المهام اللي تقوموا بها خلال اليوم الواحد؟ بشكل يومي عندنا مرور يوميا على الحالات المتواجدة لدينا، نشوف النواقص نتاعهم سواء كانت شخصية أو طبية، نحاول نوفرها لهم على قدر المستطاع. عندنا برضو يعني تواصل مباشر بهم، يعني سواء كان بالهاتف أو بالتواجد بشكل مباشر يعني داخل القسم. وفي نفس الوقت عندنا كاميرات مراقبة حاطينها لمتابعتهم بشكل يعني كل لحظة بلحظة. نعم. طيب نرجع للدكتورة أسماء الفرجاني، عضو اللجنة الاستشارية لوباء كورونا، وأيضا هي رئيسة وحدة العزل الصحي بمستشفى إجدابية. دكتورة أسماء، شن هي أبرز النواقص اللي يعانيها المستشفى في وجود هذا العدد من المصابين داخل إجدابية؟ أولا النواقص ممكن كقسم عزل صراحة هو مهيئ مبدئيا لاستقبال مثل هذه الحالات، خصوصا ان الحالات اسيمتوماتيك يعني لا تعاني من اي اعراض وحالات بسيطة. يعني ممكن النواقص الاكثر هي كيف ما قلت لك هي نواقص شخصية. طبعا احنا هنا عندنا في قسم العزل عندنا 49 سرير عادي يعني فيه مونيتور وكذا، وعندنا غرفة عناية مجهزة تجهيز كامل، طبعا فيها سريرين عناية مركزة بالقسم. ونحب ننوه ان الحالات طبعا كلهم الحمد لله ان 80% في مدينة ليبيا انهم الكيسز انهن اسيمتوماتيك يعني مايلد كيسز، 20% حتى في دول العالم المتقدم يكونوا اسيمتوماتيك يعني يكون سيفير كيسز. نعم. فالنواقص حاليا انا نشوف فيها ممكن كان احنا كالصعيد الشخصي نعانوا منه اكثر شيء في منطقه جدابية اللي هو السواب، عندنا نقص شديد في السواب. نعم. وكنا متعاونين اكثر شيء مع اللي هو الاداه اللي تاخذوا بها المسحات ولا لا؟ المسحه الانفيه اكثر شيء نعانوا منه في النواقص يعني. طيب يعني تو ما نقدروش نحددوا البؤره الوضع الوبائي نتيجة لعدم وجود مسحات يعني مسحات أنفية، يعني قصدي في سواب ممكن في نقص في آلية المحاليل والله في آلية التشغيل، فهذه مشكلة حقيقية نعاني منها نحن في مدينة جدابية. طيب دكتورة أسماء، ماذا عن الطاقم الطبي المتواجد داخل مركز العزل الصحي وعن الإمكانيات برضو المتوفرة له أثناء التعامل مع المصابين، وهل فيه إصابات من الطاقم الطبي؟ الحمد لله نحن تو أنا نحكي لك على قسم العزل، طبعا نحن جيش أبيض متكون من فرق رصد وتقصي، متكون من الناس المسؤولة على المخالطين، ونحن الناس المسؤولة على الحالات المجابة. الحمد لله العند تو أنا نحكي على المتواجدين في قسم العزل، في الطاقم الطبي لا توجد إصابات. بالنسبة للعمل اليوم كيف ما نقولوا نحن عندنا مرور صباحي على الحالات واخذ الوظائف الحيويه من درجه الحراره ونشوف تحاليل بالتشست اكسري ونشوف اي كومبلين عند المريض، وممكن يكون في مسائل. وطبعا عندنا كيف ما قالت الدكتوره نعيمه ان في منظومه كاميرات وفي لقط صوت، اي حد يبي اي شيء يتواصل معنا عن طريق الكاميرات وعن طريق لقط الصوت. نعم. خليني نرجع للدكتوره نعيمه زوي. دكتوره نعيمه، اوصفي لنا الاوضاع الشخصيه او الحياتيه داخل مركز العزل الصحي بجدابية. هل مثلا فيه نزلاء في قسم العزل يعانوا مثلا بعض النواقص الشخصيه؟ هو الواقع يمكن اي شخص يطلب شيء مثلا خاص نحاول نوفره له على قدر المستطاع يعني من حاجياتهم الشخصيه، سواء كان من نظافه او ادويه خاصه بهم او حتى من يعني مستلزمات شخصيه. نعم.
نحاولوا برضو احنا عندنا في المركز فيه زي ملعب الكوره، لكن الواقع هم ما استخدموش نهائيا حكم ان في اشخاص شويه عمرهم كبير، وفي شاب يعني في العشرينات بس لانه هو عنده اصابه اساسا في رجله، فما استعملوش ملعب كوره لحد الان. نحاول نديروا لهم برامج ترفيهيه بالتنسيق مع الاستاذ حميده حميد اللي هو عضو في اللجنه الاستشاريه الطبيه، مسؤول على قسم الاعلام فيها، ينسق في مع التنميه البشريه عشان يتواصلوا مع المرضى بشكل مباشر ويوعوه. نعم. طيب فيما يخص مثلا أعمال النظافة داخل قسم العزل الصحي بجدابية، هل هناك فريق مخصص للقيام بهذه المهام؟ هو الواقع احنا نحاولوا على قد ما نقدروا ما نكسروش عدد الأشخاص اللي يحتكوا بالناس الموجبة، بحكم ان في مدينة جدابية المسؤول على الحالات الموجبة في مركز العزل ثم احنا كفريق أول. نتكون 10 اشخاص فقط لا غير. فنحاولوا على قد ما نقدر ان احنا اللي نقوم بكل المهام سواء كانت طبيه او من ناحيه النظافه، يمكن بس نكلموا في او نتواصلوا بالسياره اللي سياره التعقيم تجي مرتين او ثلاثه في اليوم، تعقم الساحه، تعقم الممرات، تدير البرنامج هذا، لكن كاعمال نظافه بشكل عام نقوم بها احنا الفريق المتواجد داخل قسم العزل، منعا لانتشار الوباء يعني خارج الحدود الإدارية للمركز العزل. طيب كيف تفاعل المصابين الموجودين داخل مركز العزل مع الطاقم الطبي؟ هل هناك التزام بكل الإجراءات؟ أعتقد أن المصابين طول فترة وجودهم لازم يكونوا لابسين الكمامة والتعقيم بشكل مستمر، كل هذه الإجراءات الاحترازية، احكي لنا عن مدى الالتزام بهذه الإجراءات. الحق يعني ما نقدرش نقول لك ان كلهم ملتزمين بشكل كامل او ان هم مش ملتزمين، لان في حالات اساسا ما هيش مستوعبه او ما هيش مصدقه هي مصابه بكورونا، فتتعامل بشكل يعني ناكره لان في وجود كورونا اساسا. نعم. فهمتي؟ نعم. فما تلتزمش بشكل كامل انها هي تلبس الكمامات او تلبس الجلافز يعني. بس بشكل عام التعاون بيننا وبينهم ممتاز. نعم. خلينا نرجع للدكتورة أسماء. دكتورة، بما أنك عضو في اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا وأيضا رئيسة وحدة العزل هناك، شن هي الخطط اللي ممكن تكون موجودة عندكم بحيث محاولة توعية هؤلاء المصابين داخل مركز العزل الصحي، محاولة دعمهم معنويا بكل يعني ممكن تكون أنشطة، ممكن يكون أشياء ترفيهية، شن هي خططكم حول هذا الموضوع؟ طبعا أهم حاجة كيف ما قلتي أختي، نحب ننوه على توعية الناس، لأن أكثرهم بين لا مبالي ومستهتر ومكذب حتى للحالات اللي نحن نعلن عليها، ويطالبوا فينا بأشياء أنا نستغرب منها الحقيقة، اللي هو لازم تعرضي اسم المريض وين يسكن وكذا، فهذه الأشياء نحب ننوه عليها هي توعية الناس. ثاني حاجة، حتى في دول العالم المتقدم ديما في بلان A وبلان B. البلان A لو انت موفر مكان وعندك القدره على احتواء جميع المرضى سواء المايل كيسز او سيفير كيسز، انك انت توفر لهم مكان وتوفر لهم احتياجاتهم الصحيه والغذائيه واحتياجاتهم الخاصه، هذه البلان A. طبعا البلان B اللي هي اللي نحبوا نقولوا عليها اللي هي الحالات البسيطه اللي هي المايل كيسز، طبعا هذه حتكون احتوائها في المنازل، لو ان كثرت عندنا عدد الحالات حيكون احتوائها في المنازل، وحيكون اكثر استقطابنا للحالات المدرة والسيفير كيسز اللي هي تعاني من اعراض اختناق. فهذه هي الخطه اللي حنتبعها حتى نحن هنا في جدابية. نحن حاليا متبعين بلان A. نعم، اللي هو الحالات اللي تكون الاعراض عليها لا تظهر عليها اعراض او هي متوسطه. ايوه، فلو ان كثره الاعراض حيكون في بلان بي.
يعني حيكون في بلان بي خطة جديدة نعم حنديروها إن شاء الله. بهي من ناحية أنا نتكلم دكتورة أسماء عن الموجودين داخل مراكز العزل الصحي، دكتورة نعيمة كانت تحكي لي على أن ممكن زي ما قالت أن هم عايشين حالة من الإنكار لأن ما عندهمش أعراض، برضو النفسية متاعهم بدأت بالتدهور أو عايشين حالة من الاستياء. أنت كرئيسة قسم العزل شن هي الخطط اللي ممكن التعاوني بها مع جهات تقدم لهم أنشطة ترفيهية؟ والله نحن متواصلين مع أكثر من جهة، كيف ما قلنا النفسي نحاولوا أن نهيئوهم نفسيا، حتى نحن كأطباء يعني نقول لهم أنتم كويسين وبإذن الله أموركم كويسة، ونحاولوا ان نخلوهم يعني يتعاملوا ويصدقوا الوضع اللي هم فيه. فاغلب الناس يعني في حاله انكار الحق، لما في عندنا 6 حالات شوفيا في مركز العزل كانوا في البدايه نفس الحالات اللي عندنا توا، بالتدريج تموا يقتنعوا وتموا يا دكتوره شن ندير انا هيك نبي نعدي كذا شن تنصحيني يا دكتوره، فبشويه هم بروحهم يتقبلوا الوضع. نعم طيب ما عندكمش خطط بحيث كل مريض تشرحوا له شن هي حالته الصحيه او كيف تم تسجيل الاصابه او مثلا تطلعوه على بعض تفاصيله الصحيه حول وجود هذا الفيروس في جسمه؟ هم طبعا اغلب الحالات اللي عندنا الحالات مخالطه للحاله الصفريه، فاغلبيتهم كانوا في الحجر الصحي، وكانوا تم مراعاتهم من مده 14 يوم، وتمت اخذ المسحه منهم بعد اكمالهم ال 14 يوم. اخذنا منهم المسحه ولما طلعت نتائجهم موجبه يعني تم احضارهم هنا لقسم العزل وتعاملنا معاهم الحمد لله، والاغلب يعني كيف ما قلنا منكر للوضع، لكن بالتدريج تم يتعاون معنا وتمينا نأهله فيه حتى نفسيا وصحيا يعني ومتواصلين معاهم بشكل يومي. هذا الوضع ان شاء الله. نعم طيب دكتوره نعيمه كيف طريقه تواصلك كطبيبه مع المصابين، وهل تتلقي من بعضهم مثلا استفسارات عن وضعهم الصحي او عن مثلا وجود الفيروس في جسمهم؟ شن اغلب الاشياء اللي تسمعيها من المصابين داخل المركز الصحي؟ اكثر شيء هو التذمر من طول المده. يعني بحكم ان هم قبل لا تطلع النتيجه الثانيه اللي هي الصواب الثاني موجب ويتم نقلهم لمركز العزل، كانوا في الحجر الصحي في فندق امال افريقيا كفتره حجر صحي، يعني بدايه لما ياخذوا منهم الصواب ويقعد في الحجر لحد لما تطلع النتيجه نتاعه، اذا كان موجبه يتم نقله الى مركز العزل ونستقبله احنا ونبدا في الشغل عليه كحاله موجبه. نعم. او التعامل معه كحاله موجبه لفيروس كورونا. شن هي ابرز الاستفسارات اللي تتلقيها من المصابين حول مثلا حموله الفيروس في الجسم؟ ليش انا مثلا ما تظهرش علي اعراض رغم ان التحاليل اللي قمت بها اظهرت ان الحاله موجبه؟ احنا مفهمينهم ونشرحوا لهم يعني انه هو مش بالضروره الحامل لفيروس كورونا تظهر عليه اعراض، لان المناعه الصحيه من شخص لشخص تفرق يعني. يعني هم مستوعبين من النقطة هذه إن مش بالضرورة تطلع عليك الأعراض، عادة الأعراض تخرج من ما بين يومين إلى 10 أيام، بس في اللي يكمل 14 يوم هو حامل الفيروس وما تطلعش عليه أي أعراض. فبعد 14 يوم نعاودوا المسحة من جديد، إذا كان سالبة إن شاء الله يروح الأهل ويتبع إجراءات وقائية معينة إحنا ننصحوا بهم، وإذا كان موجبة معناتها حيضطر يكمل معنا 14 يوم ثانيات يعني مش حنطلعه. نعم. فهم أكثر شيء صراحة اللي تذمروا منه هو طول مدة الحجر اللي هو بقائهم بعيدا عن أهليهم خلال 14 يوم. نعم طيب دكتورة نعيمة التواصل فيما بين الجهات الصحية، هل هناك مثلا تناقل المعلومات حول الحالات الموجودة في مدينة جدابية وأوضاعها فيما بيناتكم؟ أيضا مدى متابعة وزارة الصحة لكافة المستجدات اللي تطرأ عليكم داخل مراكز العزل الصحي؟ والله
صراحة التواصل فيما بيننا وبين رئيس اللجنة الطبية اللي هو الأستاذ محمد عبد الونيس وأستاذ حافظ الحيم اللي هو رئيس الرصد والتقصي، بالتعاون مع المجموعة الموجودة في بنغازي اللي هي مسؤولة عن يعني لما يشتغلوا على النتيجة بتاع السواب. بحكم ان في جذابيه ما عندناش الجهاز التحليل بتاع الصواب هذا يطلع نتيجه سالبه او موجبه، فنضطر ان ناخذ العينه ونرسلوها لبنغازي. فتواصلنا معهم ان هم يطلعوا لنا نتيجه سالبه او موجبه ويبعثوا لنا النتائج يعني. نعم، طيب بالعوده للدكتوره اسماء، كلمه اخيره حابه توجهها لكل من يشاهدنا اليوم، ايضا لو حابه مثلا تحكي لنا عن تواصل وزارة الصحة معكم والاطلاع على أوضاعكم أيضا. أول حاجة نتمنى من الناس كلهم أنهم يصير في يعني يصير في توعية، وثاني شيء التباعد الجسدي الاجتماعي حتى يكسر سلسلة العدوى يعني. فلازم التوعية، ثاني حاجة لازم يتم يعني كيف نقول لك. نعم الو. نعم تفضلي دكتورة. نحب نقول ان طبعا نحن كمدينة جذابية اكثر الحالات كان عندنا واللي مركزين عليها هي مدينة سبها باعتبارها بؤرة وبائية. فنشدد ونعاود نقول لازم يتم إغلاق المدينة بشكل صحيح، والناس يكون عندها نوع من التوعية، ويكون في أبسط شيء إنك أنت لما تطلع تحط كمامة ولا تلبس جلافز، وثاني شيء إنك أنت تعرف كيف اللي يعني أنت مش مصدق كيف ما نقوله، دير اللي عليك. صحيح، دير اللي عليك يعني ما. نعم، شكرا لك دكتورة أسماء. دكتورة نعيمة، كلمة أخيرة تفضلي. نحب نشكر أستاذ محمد عبد الونيس رئيس اللجنة الاستشارية الطبية على ما قدمه من مجهودات، والحق أنه هو يعني كان السبب الأول في إقامة قسم عزل، لأن في البداية الحالات الموجبة كلهم كانوا يبعثوا فين لبنغازي نظرا لعدم توفر مكان لاستقبال الحالات الموجبة. فكان له الدور الأول والأخير الحد في الإسراع في إجراء أو تجهيز قسم عزل لنستقبل فيه الحالات الموجبة عندنا هنا في المدينة. نشكر شكر خاص على ما قدمه من مجهودات شخصية لتوفير كل ما يلزم في. نعم، الدكتورة نعيمة الزوي طبيبة بقسم العزل الصحي بمستشفى جذابية، وأيضا الدكتورة أسماء الفرجاني عضو اللجنة الاستشارية لوباء كورونا ورئيسة وحدة العزل الصحي بمستشفى جذابية. شكرا جزيلا لكن على تلبيتكن لهذه الدعوة عفوا. أتمنى لكن التوفيق. نوجه التحية والشكر لكل الطاقم الطبي اللي مرافقكن خلال هذه الحرب ضد فيروس الكورونا، وكل التحية والشكر لمجهوداتكم العظيمة. شكرا مشاهدينا على المتابعة. التحية لمعدة الحلقة انتصار محمد، المخرج طارق العبيدي، تحياتي العياد.